السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. في الفيديوهات اللي فاتت تكلمنا عن الإنترنت، قلنا لو عندنا يوزر في البيت فتح براوزر كتب www.google.com، قلنا بتتكون مسج اسمها get google، هو طالب الصفحة بتاعت جوجل، بتتكون مسج اسمها get google. قلنا المسج دي بتغادر اللابتوب تمشي للراوتر الأول، الراوتر الأول بمررها موصل عبر كيبل مع راوتر تاني بمرر للراوتر التاني، الراوتر التاني مرر للتالت للرابع للخامس، ممكن تمر عبر آلاف الراوترز لحد ما تصل الجوجل سيرفر اللي هو مخزن فيه الصفحة. الجوجل سيرفر لما يستلم الجيت مسج دي أو الطلب ده بيقوم بيرسل الصفحة، معناها الصفحة هتطلع من السيرفر وبنفس المسار تجي للراوتر الأول للراوتر التاني للراوتر التالت، يعني بترجع لحد ما تصل من الراوتر للتاني عبر الإنترنت لحد ما تصل الهوم يوزر. هنا الهوم يوزر بتظهر له في الشاشة الصفحة بتاعت جوجل، قلنا صفحة لونها أبيض وفيها اللوجو بتاعت جوجل اللي هي الأحمر وأخضر وكده، وفيها السيرش بوكس. ففي الفيديوهات الأولى اتكلمنا عن الإنترنت بتشتغل كيف وبطريقة مختصرة. دي الإنترنت، معناه أنت عندك بي سي هنا وعندك سيرفر هناك وفي بيناتهم كمية من الراوترز موصلة مع بعض بكيبلز. فنحن الرسمة دي عشان نبسطها، بدل نقول كمية من الراوترز، في واحد من الفيديوهات اللي فاتت بسطنا الرسمة دي، قلنا عندنا بي سي ماشي الراوتر 1، راوتر 1 ماشي الراوتر 2، راوتر 2 ماشي للسيرفر. يعني بدنا نتكلم عن آلاف الراوترز في الإنترنت، اختصرنا الإنترنت دي كلها في راوترين، لأن أنت عرفت لو عرفت راوترين بيشتغلوا كيف هتفهم آلاف الراوترز دي بيشتغلوا كيف، لأنه كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة. فنحن إذا بسطنا الرسمة بقى عندنا بي سي 1 موصل مع راوتر 1، راوتر 1 بالاتجاه الثاني فيه كيبل ماشي الراوتر 2، راوتر 2 بالاتجاه الثاني فيه كيبل ماشي للسيرفر. فدي رسمة معناها مبسطة ومختصرة للإنترنت، لو فهمنا المعلومات بتنتقل كيف في النتورك المبسطة دي هنفهم المعلومات بتنتقل كيف عبر الإنترنت، لأن الفكرة هي نفسها. يعني احنا لما نفهم راوترين بيشتغلوا كيف، في النهاية آلاف الراوترز كلها في الإنترنت بتشتغل بنفس الطريقة. فالرسمة اللي اتكلمنا عنها قلنا بي سي كيبل من البي سي ماشي الراوتر 1، راوتر 1 بالسايد الثاني فيه كيبل ماشي الراوتر 2، راوتر 2 بالسايد الثاني فيه كيبل ماشي للسيرفر، معناها 4 ديفايسز، بي سي 1 راوتر 1 راوتر 2 السيرفر، أربعة أجهزة، بي سي 1 راوتر 1 راوتر 2 السيرفر. فدي رسمة مبسطة للإنترنت من خلالها هنفهم في الفيديوهات الجاية كيف الإنترنت بتشتغل وكيف المعلومات بتنتقل من البي سي لحد السيرفر، طبعا عبر راوتر 1 وراوتر 2. فالرسمة اللي يعني اللي ناقشناها برضو في الفيديوهات اللي فاتت، الرسمة المبسطة قلنا حتكون الأساس بتاعنا في الفيديوهات الجاية، هي بي سي ماشي الراوتر 1، راوتر 1 ماشي الراوتر 2، راوتر 2 ماشي للسيرفر. وكذلك تكلمنا عن الراوترز وقلنا هي الراوترز حدود بين الشبكات او باوندريز بين الشبكات. حدود يعني شنو؟ يعني لو ده راوتر هنا، الاتجاه ده من الراوتر دي شبكة، الاتجاه الثاني من الراوتر دي شبكة تانية. الراوتر هو باوندري او هو حدود او هو بيفصل الشبكات من بعض. فأي وقت نلقى راوتر اتجاه من الراوتر دي شبكة، الاتجاه الثاني شبكة مختلفة. فنطبق الكلام ده على الرسمة. احنا قلنا عندنا رسمة بي سي موصل مع راوتر 1، راوتر 1 موصل مع راوتر 2 بالاتجاه الثاني، راوتر 2 موصل مع سيرفر. فلو طبقنا نفس الفهم ده، نحن عندنا بي سي، طبقنا نفس الفهم ده انه الراوتر هو الفاصل او هو الحدود بين الشبكات او هو النتورك باوندري. يعني لما نلقى راوتر الاتجاه ده من الراوتر نتورك والاتجاه الثاني من الراوتر نتورك مختلفة. فلو طبقنا نفس الفهم ده على الرسمة اللي كنا بنتكلم عنها، اللي هي قلنا عندنا بي سي موصل بكيبل مع راوتر 1، راوتر 1 بالاتجاه الثاني موصل بكيبل مع راوتر 2، راوتر 2 بالاتجاه الثاني موصل بكيبل مع السيرفر. فلو طبقنا الفهم ده على الرسمة دي هنلقى انه بي سي 1 موصل مع راوتر 1 دي نتورك، راوتر 1 بالاتجاه الثاني عنده وصلة ماشي الراوتر 2 دي نتورك مختلفة تماما. ليه نتورك مختلفة تماما؟ لانه قلنا الراوتر هو الحدود بين النتوركس. فعندنا هنا راوتر 1 عنده كيبل هنا ماشي للبي سي، وعنده كيبل بالاتجاه الثاني ماشي الراوتر 2، ده راوتر 1 قلنا عنده كيبل هنا ماشي للبي سي، عنده كيبل بالاتجاه الثاني ماشي الراوتر 1. فطالما الراوتر هو الحدود بين النتوركس معناه دي نتورك ودي نتورك مختلفة، معناه راوتر 1 ده بيشترك مع البي سي هنا في نتورك،
وراوتر 1 ده نفسه بيشترك مع راوتر 2 بهنا في نتورك مختلفة تماما. فنفس الفهم ممكن نطبقه على راوتر 2، راوتر 2 ذاته عنده وصلة هنا أو كيبل هنا ماشي الراوتر 1، لكن راوتر 2 نفسه عنده كيبل بالاتجاه الثاني ماشي للسيرفر. طالما الراوتر هو الباوندري أو هو الحدود أو هو فاصل بين نتورك والنتورك الثانية، معناه راوتر 2 ده وصلته هنا مع راوتر 1 دي نتورك، معناه راوتر 2 ده بيشترك مع راوتر 1 هنا في نتورك، وراوتر 2 ده موصل مع السيرفر، معناه راوتر 2 ده بيشترك مع السيرفر في نتورك مختلفة، لأنه قلنا هو الحدود أو الفاصل بين النتوركس. فإذا الراوتر 2 هو فاصل بين نتورك هنا بتجمعه مع راوتر 1، وهو فاصل بين نتورك تانية بالاتجاه التاني بتجمعه مع السيرفر. معناه إذن عندنا ثلاثة نتوركس. فالرسم بتاعتنا one more time، عندنا بي سي موصل مع راوتر 1، راوتر 1 عنده كيبل ماشي الراوتر 2، وراوتر 2 بالاتجاه التاني عنده كيبل ماشي للسيرفر. دي رسمة فيها 4 devices، بي سي، راوتر 1، راوتر 2، السيرفر. بي سي موصل مع راوتر 1، موصل مع راوتر 2، موصل مع السيرفر. فطالما الراوتر هو الحدود أو هو الفاصل بين النتورك والنتورك الثانية، إذا البي سي وراوتر 1 بيشتركوا في نتورك، راوتر 1 وراوتر 2 بيشتركوا في نتورك ثانية، معناه راوتر 1 ده هنا عنده نتورك بيشترك مع البي سي في نتورك، راوتر 1 ده بالاتجاه الثاني موصل مع راوتر 2 دي نتورك مختلفة، معناه بيشترك مع راوتر 2 في نتورك مختلفة. إذا الراوتر 1 هنا عنده نتورك مشتركة مع البي سي، وراوتر 1 نفسه بالاتجاه الثاني موصل بكيبل مع راوتر 2، معناه عنده نتورك ثاني مشتركة مع راوتر 2، لأنه راوتر 1 ده هو الحدود بين 2 نتوركس، عنده نتورك بهنا مشتركة مع البي سي، وعنده نتورك بهنا مشتركة مع راوتر 2. نفس الفكرة، راوتر 2 عنده كيبل هنا ماشي الراوتر 1، وراوتر 2 عنده كيبل بالاتجاه الثاني ماشي للسيرفر. معناه اذا الراوتر 2 نفس الفكره، طالما هو الحدود بين النتورك او هو بيفصل النتورك، معناه راوتر 2 ده عنده كيبل هنا ماشي الراوتر 1 دي نتورك، وراوتر 2 عنده كيبل هنا ماشي للسيرفر دي نتورك برضه مختلفه. معناه اذا عندنا ثلاثه نتوركس، الرسمه فيها 4 ديفايسز، فيها بي سي ماشي الراوتر 1، ماشي الراوتر 2، ماشي للسيرفر. عندنا أربع أجهزة، بي سي ماشي الراوتر 1، ماشي الراوتر 2، للسيرفر، موصلين على التوالي ورا بعض. يعني عندنا البي سي وصلة لراوتر 1، راوتر 1 بالاتجاه الثاني وصلة لراوتر 2، راوتر 2 بالاتجاه الثاني وصلة للسيرفر. 4 devices. وعندنا كم نتورك؟ عندنا معناه 3 networks، لأنه الراوتر بيفصل بين النتوركس، فعندنا 3 networks. 3 networks ليه؟ البي سي لراوتر 1 دي نتورك، البي سي وراوتر 1 بيشتركوا في نتورك، راوتر 1 بالاتجاه الثاني منه موصل مع راوتر 2 دي نتورك ثانيه، لانه الراوتر هو فاصل او هو الحدود بين النتوركس. فاذا الراوتر 1 عنده نتورك هنا مع البي سي، وراوتر 1 نفسه عنده نتورك مشتركه مع راوتر 2 دي النتورك الثانيه، وراوتر 2 بالاتجاه الثاني موصل مع السيرفر فدي نتورك ثالثه. فإذا عندنا النتورك الأولى من البي سي لراوتر 1، وعندنا النتورك الثاني من راوتر 1 لراوتر 2، وعندنا النتورك الثالثة من راوتر 2 للسيرفر. يعني أي وقت نلقى راوتر طوالي بنفهم بالاتجاه ده منه نتورك، وبالاتجاه الثاني نتورك مختلفة، لأنه الراوتر هو الفاصل أو الحدود ما بين النتورك. فالرسمة بتاعتنا بي سي ماشي الراوتر 1، ماشي الراوتر 2، ماشي للسيرفر، أربع ديفايسز. فالبي سي لراوتر 1 دي نتورك، راوتر 1 لراوتر 2 دي نتورك ثانية، راوتر 2 للسيرفر بالاتجاه الثاني دي نتورك ثالثة. معناها عندنا ثلاثة نتوركس. نجي نسمي النتوركس دي. النتورك الأولى من البي سي لراوتر 1 دي نسميها نتورك 10110، أربع أرقام الـ IP addresses هي أربع أرقام دائما 10. فالنتورك الأولى بين بي سي 1 وراوتر 1، ما هو بي سي 1 ده عنده كيبل موصل مع راوتر 1، فالوصله بتاعت راوتر 1 ماشيه للبي سي دي نتورك، معناها راوتر 1 والبي سي بيشتركوا في النتورك دي. النتورك الثاني، السايد الثاني من راوتر 1 اللي هو ماشي راوتر 2 هنتكلم عنه بعد شويه، لكن فور ناو عندنا راوتر 1 وعنده كيبل ماشي للبي سي، فدي هنا النتورك.
النتورك دي سميناه نتورك 10110، لانه الاي بي ادريسز او النتوركس هي اربع ارقام. لما نقول اي بي ادريس دائما اربع ارقام، او في اغلب الاحيان في اي بي فيرجن 6 حنتكلم عنه باختصار لقدام، لكن المهم الانترنت الليله اغلبيته شغاله اي بي فيرجن 4 اللي هو الاي بي ادريس اربع ارقام. ففي البي سي والراوتر هما في نتورك 10110، فالنتورك دي سميناها نتورك 10110. نتورك 10110 دي اللي هي نتورك اللامة ليه البي سي ولامة راوتر 1، او تحديدا الوصلة هنا في راوتر 1 الماشية للبي سي. ما راوتر 1 عنده وصلة بالاتجاه الثاني ماشية الراوتر 2، دي حنتكلم عنها بعد شوية. راوتر 1 عنده وصلة بالاتجاه الثاني ماشية الراوتر 2، لكن احنا نتكلم عن راوتر 1 ووصلته الماشية للبي سي. فالبي سي والوصلة هنا في راوتر 1 اللي هي ماشية للبي سي دي نتورك، دي نسميها نتورك 10110، الاي بي ادريس اربع ارقام. فالنتورك دي اللي هي بين بي سي 1 وراوتر 1 سميناها نتورك 10110 اربع ارقام. فبتتكتب كيف؟ بتتكتب 10 دوت او نقطة 1.1.0، يعني اربع ارقام وبين فواصل 10 نقطة أو دوت، واحد نقطة أو دوت، واحد تاني نقطة أو دوت زيرو. فالنتورك اللي هي مشتركة بين البي سي وبين راوتر 1 سميناها نتورك 10110، أربع أرقام 10110، نتورك 10110. فالنتورك دي ممكن نجي نطلع منها IP addresses، عنوان ندي للبي سي وعنوان ندي للوصلة بتاعت راوتر 1. ما راوتر 1 عنده وصلة هنا ماشية للبي سي، فطالما راوتر 1 والبي سي بيشتركوا في النتورك دي اللي سميناها 10110، ممكن ال 10110 دي نطلع منها عنوانين، عنوان نديه لراوتر 1 او تحديدا الوصلة في راوتر 1 الماشية، لان راوتر 1 قلنا عنده وصلة بالاتجاه الثاني ماشية الراوتر 2، لكن احنا مركزين على الوصلة الماشية للبي سي. فالنتورك 10110 طالما هي وصل، النتورك 10110 طالما هي نتورك مشتركه بين البي سي وبين راوتر 1، النتورك 10110 دي ممكن نطلع منها عنوانين، عنوان اي بي ادريس ندي للبي سي، واي بي ادريس ندي للراوتر او وصله الراوتر هنا الماشيه تجاه البي سي. فالعناوين دي هنطلعها كيف من ال 10110؟ 10 نحن قلنا النتورك 10110 اربع ارقام 10110. لما نجي نطلع اي بي ادريسز عشان ندي البي سي عنوان وندي الراوتر عنوان، النتورك نمبر اللي هي 10110 نحن بنثبت الثلاث ارقام الاولى، معناها 10 ثابته، ال1 ثابته، وال1 اللي بعدها ثابته، ثلاث ارقام. ما هي النتورك كانت 10110، بنثبت الثلاث ارقام الاولى، معناها 10 ثابته، ال1 ثابته، ال1 اللي بعدها ثابته. فضل شنو؟ فضل الزيرو. الزيرو ده بنقدر نغير فيه، نغير فيه مره نبقي 1 عشان نطلع عنوان للبي سي، نغير فيه مره ثانيه نبقي 2 عشان نطلع عنوان للراوتر. فطالما النتورك 10110 لما نجي ندي البي سي عنوان من النتورك من خلال من النتورك دي ذات، النتورك 10110 دي لما نجي نطلع منها عنوان ندي للبي سي، النتورك 10110 الثلاث ارقام الاولى حنثبتها 1011، معناه البي سي ده برضو حيبدا ب 1011. الزيرو الاخير نغيره نبقي 1 عشان ندي البي سي عنوان. هنا البي سي بقى عنوانه 10111، يعني النتورك نمبر كان 10110 10110، ده عنوان النتورك، ده عنوان شامل، ده عنوان النتورك اللي هو بيشمل البي سي وبيشمل الراوتر. لكن النتورك دي 10110 دي او 10110 دي لما نجي نطلع منها عنوان خاص للبي سي، حنثبت الثلاث ارقام الاولى 1011 او 10111 حنثبتها، معناه اذا البي سي حيبدا ب 10111، الثلاث ارقام الاولى في البي سي حتبدا ب 10111 لانه النتورك كانت 10110. لكن الرقم الرابع كان صفر، ما هي النتورك كانت 10110، الرقم الرابع اللي هو كان صفر ده بنقدر نغيره، عندنا الخيار بتاع انه نغيره من صفر نغيره لواحد.
فهنا إذا البي سي بقى العنوان بتاعه 10110، نفس العنوان بقى العنوان بتاعه 10111، معناه بيشترك مع النتورك نمبر في الثلاث ارقام الاولى، ما هي النتورك نمبر كان 10110، فالبي سي بقى بيشترك مع النتورك في 1011 ثلاث ارقام الاولى، لكن الزيرو غيرناه لواحد عشان نكون عنوان خاص للبي سي 1. فاذا النتورك كانت 10110 اربع ارقام، ثبتنا لما نجي ندي البي سي عنوان بنثبت ال10 بنثبت ال1 بنثبت ال1 الثاني، لكن الزيرو بنقوم بنحوله ل1، الزيرو ده بنحوله ل1. لما نحوله ل1 كده بقينا العنوان للبي سي، بقى البي سي بدل النتورك نمبر كان 10110 البي سي بقى 10111، معناه بيشترك مع النتورك نمبر في 1011، لكن النتورك نمبر كان الرقم الرابع 0، هنا الرقم الرابع بقى 1، فاذا البي سي بقى 10111. بعد ده دايرين برضو نطلع عنوان تاني للراوتر، ما الراوتر ده عنده كيبل موصل مع البي سي، فالكيبل ده في الراوتر هنا بنقول عليه الانترفيس، الوصله دي في الراوتر هنا اللي هي الوصله دي اللي هي ماشيه للبي سي برضو المفروض نديها عنوان. نفس الفكره النتورك كانت 10110، نفس الفكره بنثبت ال 1011 بنثبت ال 10 11 بنثبت الثلاث ارقام الاولى، لكن الزيرو ده بنغيره عشان ندي الراوتر عنوان. الزيرو ده غيرناه ل1 عشان ندي البي سي عنوان قبل، معناه هنا حنغير الزيرو ده ل2، معناه اذا الراوتر ده هيبقى 10112. فاذا النتورك نمبر 10110 ده نتورك نمبر جامع البي سي والراوتر 10110، لكن لما نجي نطلع عنوان خاص للراوتر هنثبت ال 1011، الثلاث ارقام الاولى هنثبت ال 1011 هتكون ثابته، معناه الراوتر هنا برضه هيبدا ب 1011، لكن الزيرو الرقم الرابع هنحوله من زيرو، ما هنحوله ل 1 لان حولناه ل 1 قبل عشان ندي البي سي عنوان، هنحوله من زيرو ل 2، معناها الراوتر هنا هيبقى 1112. فاذا اذا كان النتورك نمبر 1110 الراوتر هنا 10112، معناه بيشترك مع النتورك نمبر في 1011 في الثلاث ارقام الاولى، لكن الزيرو حولناه ل 2. فاذا بقى البي سي العنوان بتاعه 10111 والراوتر العنوان بتاعه 10112، معناه الاثنين بيشتركوا في 1011، الاثنين بيشتركوا في الثلاث ارقام الاولى، لكن الاختلاف انه البي سي الرقم الرابع بقيناه 1 والراوتر الرقم الرابع بقيناه 2. فاذا النتورك المشتركه ما بين البي سي وبين الراوتر هي اربع ارقام 10110، يعني النتورك بطريقه شموليه النتورك المشتركه بين الراوتر وبين البي سي او المشتركه بين البي سي وبين الراوتر هي نتورك 10110. One more time، النتورك المشتركه بين البي سي وبين الراوتر هي 10110. ال 10110 دي أربع أرقام، بنثبت الثلاث أرقام الأولى. لما نجي نطلع عنوان للبي سي وعنوان للراوتر، بنثبت الثلاث أرقام الأولى، بنثبت ال 1011. الثلاث أرقام الأولى بتكون ثابتة، 1011 بتكون ثابتة. الزيرو ده بنغيره ل 1 عشان ندي البي سي عنوان، والزيرو ده ذاته بنغيره ل 2 عشان ندي الراوتر عنوان. إذا النتورك اللي هي لما لينا البي سي ولما راوتر 1 هي نتورك 10110. لما نجي ندي عنوان خاص للبي سي بنثبت ال 1011، ال 1011 بتكون ثابته لكن الزيرو ده بنغيره وبقي 1، فاذا البي سي بقى 10111. لما نجي ندي الراوتر او وصله الراوتر هنا اللي هي ماشيه موصله مع البي سي بكيبل، الانترفيس ده او وصله الراوتر هنا هنديها 1011 لكن الزيرو هنغيره ل 2 فبقى 1112. فإذا عندنا النتورك نمبر 10110 أربع أرقام 10110، دي نتورك شاملة البي سي والراوتر. لما نجي نفصل البي سي بندي 10111 الراوتر بندي 10112، معناه البي سي والراوتر بيشتركوا في 1011 وأيضا بيشتركوا حتى مع النتورك نمبر في 1011 في الثلاث أرقام الأولى، احنا قلنا النتورك نمبر 10110،
فال 10110 ده مشترك ما بين النتورك نمبر ما بين بي سي ما بين البي سي وما بين الراوتر. ال 1011 مشترك ما بين النتورك نمبر، النتورك نمبر ده بعبر عنه، ده نتورك نمبر بيعبر عنهم الاثنين عن البي سي وعن الراوتر. فال 10110 ده النتورك نمبر، 10110 ده عنوان النتورك ككل، 10110 عنوان النتورك ككل معناها البي سي والراوتر. لكن لو دارين عنوان خاص للبي سي نفس ال 10110 دي هنقول البي سي 1011، لكن الزيرو هنحوله ل 1 فهيبقى البي سي 10111. ولو دارين عنوان خاص للراوتر نفس النتورك نمبر 10110 هنثبت الثلاثة ارقام الاولى 1011، لكن الزيرو هنحوله ل 2. فاذا بقى عندنا النتورك نمبر 10110 والعنوان الخاص للبي سي، ال 10110 ده عنوان النتورك ككل معناه البي سي والراوتر، لكن العنوان الخاص للبي سي الخاص بالبي سي 10111 والعنوان الخاص بالراوتر 10112. فالراوتر 1 ده اذا بيشترك مع البي سي هنا في نتورك 10110. راوتر 1 ده عنده كيبل بالاتجاه الثاني ماشي الراوتر 2، وطالما قلنا الراوتر هو الباوندي وهو الحدود بين النتوركس معناه راوتر 1 ده الكيبل الماشي الراوتر 2 دي معناه ان النتورك مختلفه تماما، دي ما كانت نتورك 10110 في اتجاه البي سي، معناه راوتر 1 ده عنده نتورك مختلفه تماما هنا مع راوتر 2. راوتر 1 ده منه كيبل ماشي الراوتر 2 ودي نتورك مختلفه تماما، نتورك جديده نسميها نتورك 2110 2110. فالنتورك ما بين راوتر 1 وراوتر 2، راوتر 1 ده ما قلنا عنده 10 نتورك مع البي سي ودي فصلنا الاي بي ادريسنج فيها، نحن بنتكلم عن الاتجاه الثاني، راوتر 1 عنده كيبل ماشي الراوتر 2. فراوتر 1 ده وراوتر 2 بيشتركوا في النتورك، دي نتورك مختلفة لأنه الراوتر 1 ده هو الحدود ما بين ال 10 نتورك وما بين النتورك اللي هنا. فالنتورك اللي هنا بين راوتر 1 وراوتر 2 نسميها نتورك 2110، أربع أرقام 2110 20110 20110 بتتكتب 20.1.1.0 فهي أربع أرقام وبينها فواصل. فالنتورك بين راوتر 1 وراوتر 2 هي نتورك 2110، again النتورك بين راوتر 1 وراوتر 2 هي نتورك 2110 20110. نفس الفكرة العنوان ده او النتورك نمبر 2110 دايرين نطلع منه اي بي ادريس ندي لي راوتر 1 تحديدا للوصلة هنا في راوتر 1، راوتر 1 ده ما منه كيبل ماشي راوتر 2، تحديدا الوصلة هنا في راوتر 1 اللي هي موصل فيها الكيبل داير ندي راوتر 1 عنوان هنا من ال 2110 نتورك دي، وراوتر 2 برضو الطرف الثاني من الوصله اللي هو موصل في راوتر 2 برضو دايرين نديه عنوان من ال 2110 نتورك. نفس الفكره هنثبت الثلاث ارقام الاولى، فلما نجي ندي راوتر 1 عنوان هنثبت الثلاث ارقام الاولى من نتورك نمبر كان 2110 20110. لما نجي ندي راوتر 1 عنوان هنا هنثبت ال 20 1 1، هنثبت الثلاثة أرقام الأولى 2111، معناه راوتر 1 ده هنا برضو هنا في الوصلة اللي هي ماشي الراوتر 2 العنوان هنا حيكون برضو 2111 بالثلاثة أرقام الأولى ثابتة بتشبه الثلاثة أرقام بتاعت النتورك نمبر، النتورك نمبر مكان 2110 هنثبت ال 2111 الثلاثة أرقام الأولى، معناه الراوتر هنا راوتر 1 هنديه برضو في الوصلة هنا هنديه 2111 هنثبت الثلاثة أرقام الأولى، لكن الزيرو الرقم الرابع هنحوله ل 1، معناه اذا الراوتر هنا حيكون 2111 2111، معناه النتورك نمبر 2110 ده رقم شامل بيشمل الراوتر ده راوتر 1 وبيشمل راوتر 2، ال 2110 ده رقم شامل بيشمل راوتر 1 وبيشمل راوتر 2. لكن لما نيجي نطلع عنوان خاص لراوتر 1 هنثبت الثلاث ارقام الاولى 2111 هنثبتها، لكن الزيرو هنحوله ل 1، فإذا الراوتر 1 عنوانه هنا حيكون 2111، ثلاثة أرقام الأولى حتكون ثابتة 2111، ثلاثة أرقام الأولى ثابتة 2111، لكن الرقم الرابع حنحوله من 0 ل 1، فإذا الراوتر 1 ده هنا عنوانه بقى 2111. نفس الفكرة نجي للطرف الثاني من الوصلة اللي هو راوتر 2، دار ندي راوتر 2 برضه هنا عنوان في الوصلة دي اللي هي ماشية لراوتر 1، دار ندي راوتر 2 ده هنا عنوان. طالما النتورك نمبر كان 2110
20110 حنثبت الثلاث ارقام الاولى 211، معناه العنوان هنا في راوترته حيكون 211، لكن الصفر ده حنحوله، ما حنحوله لواحد لانه حولناه لواحد عشان ندي راوتر 1 قبل عنوان، حنحوله ل2 عشان ندي راوتر 2 هنا عنوان، فحيبقى العنوان هنا في راوتر 2 2011 2 2112. معناه اذا النتورك نمبر كان 2110، لما نجي من النتورك نمبر 2110 ده نطلع عنوان لراوتر 2 حنثبت الثلاث ارقام الاولى 2111، لكن الزيرو ده حنحوله ل2 فالعنوان بتاع راوتر 2 حيبقى 2112. معناه بقى هنا عندنا بقى عندنا نتورك مشتركه بين راوتر 1 وراوتر 2. النتورك المشتركه دي 2110، ال2110 دي لما نجي نطلع عنوان لراوتر 1 وعنوان لراوتر 2 حنثبت الثلاث ارقام الاولى 2111، الثلاث ارقام الاولى 2111 حنثبتها، لكن الزيرو ده حنغيره مره ل1 عشان ندي راوتر 1 عنوان، والزيرو ده حنغيره مره ل2 عشان ندي راوتر 2 عنوان. فاذا راوتر 1 وراوتر 2 موصلين بكيبل، النتورك المشتركه بينه النتورك 2110 او 20110، راوتر 1 العنوان بتاعه هنا 2111 20111، وراوتر 2 العنوان بتاعه 2112. فاذا النتورك نمبر 2110 دي نتورك بتشمل راوتر 1 وراوتر 2، لكن العنوان الخاص براوتر 1 2111 والعنوان الخاص براوتر 2 2112. معناه اذا النتورك نمبر 2110 وراوتر 1 2111 وراوتر 2 2112 كلهم بيشتركوا في الثلاث ارقام الاولى في 2111، لكن لو بنتكلم عن النتورك ككل الرقم الرابع حيكون 0 2110. لو بنتكلم عن راوتر 1 حيكون العنوان 2111، الاختلاف في الرقم الرابع فقط. لو بنتكلم عن راوتر 2 حيكون 2112، معناه الاختلاف في الرقم الرابع فقط. معناه اذا النتورك نمبر ككل او العنوان بتاع راوتر 1 او العنوان بتاع راوتر 2 كلهم بيشتركوا في الثلاث ارقام الاولى اللي هي 2111، الاختلاف انه النتورك نمبر، الاختلاف في الرقم الرابع، معناه اذا النتورك نمبر حيكون 2110، راوتر 1 حيكون 2111، راوتر 2 حيكون 2112، كلهم اشتركوا في الثلاث ارقام الاولى اللي هي 2111، لكن بالنسبه للنتورك الرقم الرابع كان 0، بالنسبه للراوتر 1 الرقم الرابع كان 1، بالنسبه للراوتر 2 الرقم الرابع كان 2. راوتر 2 ده زي ما موصل هنا مع راوتر 1، وقلنا راوتر 2 ده زي ما موصل هنا مع راوتر 1 وقلنا دي سميناها نتورك 2110، راوتر 2 ده بالاتجاه الثاني عنده وصله ماشي للسيرفر، ونحن قلنا الراوتر هو الحدود بين النتوركس. معناه راوتر 2 ده طالما موصل بهنا مع راوتر 1 في 2110 نتورك، راوتر 2 ده موصل بالاتجاه الثاني مع السيرفر، معناه دي نتورك مختلفه، دي نتورك جديده. هنقوم النتورك دي حنسميها 3110، النتورك هتكون 3110. معناه اذا الراوتر 2 عنده كيبل للسيرفر، وراوتر 2 الكيبل هنا من راوتر 2 ماشي للسيرفر، ففي هنا في نتورك مشتركه ما بين راوتر 2 وما بين السيرفر. زي راوتر 2 ده كان عنده كيبل ماشي الراوتر 1 وكان بيشتركوا في النتورك 2110، راوتر 2 ده عنده كيبل هنا ماشي للسيرفر، معناه اذا الراوتر 2 والسيرفر بيشتركوا في نتورك. وطالما الراوتر هو الحدود او هو الباوندري او هو بيفصل بين النتوركس، معناه راوتر 2 ده بالاتجاه ده عنده كيبل ماشي للسيرفر، دي نتورك مختلفه. يعني احنا قلنا النتورك اللي هنا كانت نتورك 2110 اللي هي تجمع راوتر 2 مع راوتر 1. اذا الراوتر 2 ده طالما موصل بكيبل بالاتجاه الثاني مع السيرفر، والراوتر هو بيفصل بين النتوركس، معناه دي نتورك جديده. فاذا راوتر 2 عنده كيبل ماشي للسيرفر، دي نتورك مختلفه، دي نسميها نتورك 30110، ثلاث ارقام 30110 بتتكتب 30.1.1.0. فنتورك 30110 دي النتورك اللي بتشمل لير راوتر 2 والسيرفر، دي النتورك بتشمل راوتر 2 و السيرفر. فال 30110 لما نجي نطلع منها اي بي ادريس لراوتر 2 او للوصله بتاعت راوتر 2 هنا الماشيه للسيرفر، بيقولوا عليه الانترفيس، الانترفيس او الوصله هنا في راوتر 2 الماشيه على السيرفر دارين نديه عنوان، وقلنا العنوان بتاع النتورك 30110
3110 30110. فلما نجي 30110 النتورك، ما ده قلنا الرقم شامل 30110 ده ده نتورك نمبر، بيشمل راوتر 2 وبيشمل السيرفر. فلما نجي نطلع عنوان خاص لراوتر 2 من ال 30110 هنثبت الثلاث ارقام الاولى، 30110 حتكون ثابته، معناه راوتر 2 هنا برضه هيبدا ب 30110، لكن الصفر هنقوم نحوله لواحد، التغيير حيكون في الرقم الرابع، الصفر حنحوله لواحد. فإذا الراوتر 2 هنا حيبقى 30110 بدل 30111. فراوتر 2 هنا بدل يكون 30110 زي جبنا، احنا قلنا 30110 ده النتورك نمبر. هنثبت الثلاث ارقام الاولى 30111، لكن الصفر حنغيره ل 1. فإذا الراوتر 2 هنا حيبقى 30111 بيشترك في الثلاث ارقام الاولى مع النتورك نمبر، لكن الرقم الرابع اللي هو كان صفر حنبقيه 1. معناه اذا الراوتر 2 هنا بقى 30111، النتورك نمبر كان 30110، ثبتنا الثلاث ارقام الاولى 30111 لكن غيرنا الصفر لواحد. فاذا الراوتر 1 هنا هيبقى 30111. نجي للطرف الثاني من الوصله اللي هو السيرفر. السيرفر دارين نديه عنوان خاص به، ونحن قلنا النتورك نمبر 30110، نفس الفكره حنثبت الثلاث ارقام الاولى 30111 وحنغير في الصفر. الصفر قبل غيرنا لي واحد عشان ندي راوتر 2 عنوان، معناه الصفر حنغيره لاثنين المره دي. معناه هنا فاذا النتورك نمبر كان 30110 هنثبت الثلاث ارقام الاولى 30111، معناه اذا السيرفر هنا حيبدا ب 30111 لكن الصفر حيتحول لاثنين، فحيبقى السيرفر هنا 30112. فاذا بقى عندنا نتورك جامعه ما بين راوتر 2 والسيرفر، والنتورك دي نتورك 30110. لما نيجي نطلع عنوان لراوتر 2 او تحديدا للوصله هنا في راوتر 2 الماشيه للسيرفر، ونطلع عنوان للسيرفر، نحن بنثبت ال 30111. ما احنا قلنا النتورك نمبر 30110، بنثبت الثلاث ارقام الاولى 30111، لكن الصفر ده حنغيره، الصفر ده مره نبقيه 1 عشان ندي راوتر 2 عنوان، والصفر ده مره نبقيه 2 عشان ندي السيرفر عنوان، لكن الثلاث ارقام الاولى ثابته. فاذا راوتر 2 وصلته هنا ماشيه للسيرفر هتبقى 30111، والسيرفر هيبقى 30112. فاذا الراوتر 2 موصل مع السيرفر، النتورك المشتركه مكونه من اربع ارقام، النتورك اللي هي تجمع بين الراوتر 2 والسيرفر مكونه من اربع ارقام 30110. 30110 ده عنوان شامل لراوتر 2 وللسيرفر، 30110 اربع ارقام. ف راوتر 2 عشان نديه عنوان خاص به وحنثبت الثلاث ارقام الاولى 30111 حتكون ثابته لكن الصفر حيبقى واحد، فاذا الراوتر 2 عنوان حيبقى 30111. ونفس النتورك نمبر 30110 لما نيجي نطلع منه عنوان لراوتر 2 للامين للسيرفر، نفس النتورك نمبر 30110 لما نيجي نطلع منه عنوان للسيرفر حنثبت ال 30111 الثلاث ارقام الاولى، لكن الزيرو حنبقيه 2، فاذا عنوان السيرفر هنا حيكون 30112. فاذا عندنا راوتر 2 وسيرفر، النتورك نمبر اللي بيجمعهم الاثنين هو 30110. لما نقول 30110 دي نتورك شامله بتشمل راوتر 2 بتشمل السيرفر، لكن لما نيجي نفصل هندي راوتر 2 30111 وحندي السيرفر 30112. فاذا النتورك نمبر بادي ب 30111 وراوتر 2 بادي ب 30111 والسيرفر بادي ب 30111، لكن الاختلاف النتورك نمبر كان 30110 في الرقم الرابع 0، وراوتر 2 بادي ب 30111 لكن الرقم الرابع 1، والسيرفر برضه بادي ب 30111 لكن الرقم الرابع 2. فاذا مراجعه للرسمه كلها، عندنا رسمه قلنا 4 ديفايسز، بي سي موصل مع راوتر 1، راوتر 1 موصل مع راوتر 2، راوتر 2 موصل مع السيرفر. بي سي في كيبل من البي سي ماشي الراوتر 1، راوتر 1 بالاتجاه الثاني منه في كيبل ماشي الراوتر 2، راوتر 2 بالاتجاه الثاني منه في كيبل ماشي للسيرفر. 4 ديفايسز، وقلنا الراوتر هو الحدود او هو الفاصل بين النتورك والنتورك الثاني، معناه لو عندنا راوتر هنا الجزء ده نتورك والطرف الثاني من الراوتر نتورك مختلفه. فاذا رسمتنا في بي سي ماشي لراوتر 1، ديل بيشتركوا في نتورك سميناه نتورك 10110، وادينا البي سي
اي بي ادريس 10111 ودينا وصلت الراوتر هنا الماشي للبي سي 10112 معناه النتورك نمبر 10110 البي سي 10111 وصلت الراوتر الماشي تجاه البي سي 10112 معناه كلهم بيشتركوا في ال 1011 في الثلاث ارقام الاولى النتورك نمبر 10110 ده رقم شامل للبي سي وللراوتر 10110 ده رقم بيشمل البي سي وبيشمل الراوتر لما نجي نطلع اي بي ادريسز خاصه للبي سي وللراوتر حنثبت ال 1011 لكن الزيرو مره حنغيره ل 1 عشان ندي البي سي عنوان والزيرو ده نفسه حنغيره مره ل 2 عشان ندي الراوتر عنوان اذا البي سي موصل مع راوتر 1 النتورك نمبر 10110 ال 1010 دي ممكن نطلع منها عنوان للبي سي حنقول البي سي 10111 ونفس ال 1110 دي نطلع منها عنوان ثاني للراوتر حنقول الراوتر 10112 ونفس الراوتر ده اللي هو راوتر 1 عنده كيبل بالاتجاه الثاني ماشي الراوتر 2 فراوتر 1 والكيبل ماشي الراوتر 2 دي نتورك معناها راوتر 1 وراوتر 2 برضو بيشتركوا في نتورك ونتورك مختلفة لأنه قلنا الراوتر هو في الحدود بين النتوركس فراوتر 1 عنده كيبل ماشي الراوتر 2 دي نتورك مختلفة دي نسميها نتورك 20110 أربع أرقام 20110 نتورك 20110 لما نقول نتورك 20110 دي نتورك بتشمل راوتر 1 وبتشمل راوتر 2 معناها بتشمل الوصلة هنا في راوتر 1 نحن ما بنتكلم عن الوصلة الثانية مع راوتر 1 ده بالاتجاه الثاني عنده وصلة ثانية ماشية للبي سي وقبل قلنا الوصلة في الاتجاه الثاني من الراوتر وماشية للبي سي ادينا له عنوان 10112 لكن نحن بنتكلم عن الوصلة في راوتر 1 بالاتجاه الثاني الماشية الراوتر 2 دي هنا تابعة لنتورك مختلفة دي نتورك 2110 فراوتر 1 وراوتر 2 بيشتركوا في نتورك 2110 20110 نتورك 2110 دي لما نجي نطلع منها عنوان للوصله هنا في راوتر 1 اللي هي ماشيه الراوتر 2 ونطلع منها عنوان لنهايه الوصله هناك في راوتر 2 حنثبت ال 2111 يعني احنا قلنا نتورك نمبر 2110 حنثبت الثلاث ارقام الاولى 2111 لكن الزيرو ده حنغيره مره نبقي 1 هنا ومره نغير ل 2 هنا فإذا النتورك نمبر اللي هي الجامعة بين راوتر 1 وراوتر 2 النتورك نمبر is 2110 والعنوان الخاص براوتر 1 أو وصلة راوتر 1 هنا اللي هي ماشي في اتجاه راوتر 2 هيكون 2111 معناه زي النتورك نمبر لكن باختلاف الرقم الأخير كان صفر بقى واحد فهنا عنوان راوتر 1 هيكون 2111 والطرف الثاني من الوصلة اللي هو راوتر 2 هيكون 2112 فالنتورك نمبر كان 2110 ثبتنا 2111 لكن الزيرو حولناه ل2 لانه بنحولناه ل1 عشان ندي راوتر 1 اي بي ادريس هنا هنحول ل2 معناه راوتر 2 هيكون 2112 فاذا في نتورك مشتركه بين راوتر 1 وراوتر 2 النتورك المشتركه دي 2110 2110 ال 2110 دي لما نجي نفصل ندي راوتر 1 هنا عنوان هنقول 2111 ولما نجي ندي راوتر 2 هنا عنوان هنقول 2112 معناه اذا النتورك نمبر اللي هي 2110 والعنوان الخاص براوتر 1 اللي هو 2111 والعنوان الخاص براوتر 2 اللي هو 2112 كلهم بيشتركوا في الثلاث ارقام الاولى في 2111 2011 لكن الاختلاف النتورك نمبر الرقم الرابع كان 0 والعنوان الخاص براوتر 1 الرقم الرابع كان 1 والعنوان الخاص براوتر 2 الرقم الرابع كان 2 فاذا النتورك نمبر ككل اللي هي بتجمع راوتر 1 وراوتر 2 النتورك نمبر از 2110 العنوان الخاص براوتر 1 2111 العنوان الخاص براوتر 2 2112 راوتر 2 ده برضه بالاتجاه الثاني منه في سيرفر فراوتر 2 ده منه كيبل بالاتجاه الثاني وهو موصل راوتر 2 ده موصل هنا مع راوتر 1 قلنا في نتورك 20 والوصلة هنا قلنا في راوتر 2 هي 2112 لكن احنا نتكلم عن راوتر 2 ده عنده وصلة تانية بالاتجاه الثاني ماشي للسيرفر وطالما هو الراوتر هو الحدود بين نتورك والنتورك الثانية معناه راوتر 2 ده وصلته الماشية للسيرفر دي نتورك مختلفة او نتورك جديدة فدي سميناها نتورك 30110 فالنتورك ما بين راوتر 2 وما بين السيرفر دي 30110 لما نقول 30110 دي نتورك بتشمل راوتر 2 بتشمل السيرفر لما نجي ندي راوتر 2 عنوان حنثبت او لما نجي ندي الوصله هنا في راوتر 2 عنوان الوصله الماشيه للسيرفر مع راوتر 2 ده عنده وصله ماشيه لراوتر 1 ودي فصلناها بيه
لكن راوتر 2 ده عنده وصله بالاتجاه الثاني هنا ماشيه للسيرفر. لما نجي نديه عنوان الوصله دي هنا في راوتر 2، طالما النتورك نمبر كان 30110 حنثبت الثلاث ارقام الاولى 30110، لكن الزيرو حنبقيه 1. فاذا الراوتر 2 ده هنا وصلته حتكون 30111، والطرف الثاني من الوصله هناك السيرفر حيكون 30112. نفس الفكره، النتورك نمبر كان 30110، ثبتنا الثلاث ارقام الاولى 30111، لكن الزيرو غيرنا لي 1 عشان ندي راوتر 2 عنوان، فبقى راوتر 2 هنا 30111. نفس الفكره، الزيرو ده حنغيره، طالما غيرنا لي 1 هنا حنغيره ل 2 عشان ندي السيرفر عنوان، معناه السيرفر حيكون 30112. معناه اذا الراوتر 2 والسيرفر بيشتركوا في نتورك 30110، والعنوان الخاص براوتر 2 هو 30111، والعنوان الخاص بالسيرفر 30112، معناه كلهم بيشتركوا في ال 30111، كلهم بيشتركوا في ال 30111. لكن لما قلنا 30110، الاختلاف في الرقم الرابع، لما قلنا 30110 ده عنوان للنتورك ككل اللي هي في راوتر 2 والسيرفر، لما قلنا 30111 قصدنا راوتر 2، لما قلنا 30112 ده السيرفر. فإذا الرسمة باختصار، بي سي موصل مع راوتر 1، راوتر 1 موصل مع راوتر 2، راوتر 2 موصل مع السيرفر. فالبي سي وراوتر 1 بيشتركوا في النتورك اسمها 10110، البي سي حيكون دوت 1، راوتر 1 حيكون دوت 2، الاختلاف في الرقم الرابع. راوتر 2 موصل مع راوتر 2، راوتر 1 ذاته موصل مع راوتر 2، دي نتورك مختلفة 2110، راوتر 2 هنا حيكون، راوتر 1 هنا حيكون دوت 1، راوتر 2 حيكون دوت 2. راوتر 2 ذاته بالاتجاه الثاني عنده وصلة ماشية، كيبل ماشي للسيرفر، دي نتورك 30110، راوتر 2 هنا حيكون 30111، والسيرفر هناك حيكون 30112. عشان الناس تحفظ القصة دي يا شباب، one more time، عندنا رسمة فيها 4 devices، PC موصل مع راوتر 1، موصل مع راوتر 2، موصل مع سيرفر، PC موصل مع راوتر 1، موصل مع راوتر 2، موصل مع سيرفر. ال PC وراوتر 1 بيشتركوا في نتورك اسمها 10110، ال PC هندي عنوان 10111، وراوتر 1 او وصلة راوتر 1 هنا الماشية لل PC هنديها 10112. راوتر 1 ده نفسه بيشترك مع راوتر 2 في نتورك سميناه نتورك 2110. راوتر 1 ده وصلته هنا الماشية راوتر 2 هتكون 2111، والطرف الثاني من الوصلة اللي هو راوتر 2 هنا ده حيكون 2112. معناه اذا النتورك نمبر 2110، راوتر 1 2111، راوتر 2 2112. راوتر 2 ده ذاته عنده كيبل ماشي للسيرفر، فراوتر 2 عنده كيبل ماشي للسيرفر، فراوتر 2 والسيرفر بيشتركوا في نتورك 30110 30110. فالعنوان بتاع راوتر 2 هنا حيكون 30111، والسيرفر حيكون 30112. السلام عليكم يا شباب.